واش الدراري معكم عمر مسيري فيديو جديد. المهم اخوت هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيال وشي حاجه اكثر من سبيسيال وديال بصح. اليوم اخوت جاي عندنا زكريا الناني من مدينه الدار البيضاء الى سيدي حي الغرب. كما كتعرفوا اللي يجي عندنا كنرحبوا به، ما عندناش غرام ديال المشكل، واللي بغى يجي عندنا مرحبا به. المهم اخوت كما قلت لكم اليوم جاي عندي زكريا الناني، شرف لي انه يجي عندي وكندير له واحد ديديكاس من هنايا ومن هذا المنبر. نيش كنبغي نقول لك اسمح لي اخويا زكريا وبزاف بزاف. كتقول لك كيفاش غيقول لي اسمح لي؟ هي نورمالمون الفكره باينه من العنوان ديال الفيديو، ولكن اجي نشرح لكم اكثر. اليوم الخو جاي عندنا زكريا الناني كما قلت لكم، وبغيت ندير له واحد البرانك او واحد المقلب اللي خطير. شنو هو هذا المقلب؟ هو انني غنحاول نشدو ونثبتو مزيان، وديك الساعة نحرشو عليه شي كلب من الكليبات اللي عندنا، يا مافيا يا فولكا يا طوكيو. ولكن الخوت في نظركم شكون هو الكلب او الكلبة اللي غادي نحرشهم عليه؟ ولا شكون نحرشو له؟ نحرشو له ناركوس. ناركوس 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 اجا كاك كاك يلا مشو يلا زيد يلا مشو زيد 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 زيد, زيد. اسمعني اسمعني بغيت نقولك واحد الحاجه. اليوم ناركوس جاي عندنا زكريا الناني وبغينا نديرو له برانك. واش واسمعني يا ناركوس، شوف فيا ناركوس، بغيت ندير لزكريا الناني شي برانك وبغيتك تكون معايا، اش بان لك في هذا الشيء؟ ها متفقن؟ واه صافي قال لي متفقن. واش متفقن؟ يلا اجي طلع صافي بيان وي. المهم الخوت كيما شفتو حاليا ناركوس متفق معايا، ولكن خاصني نمشي نسول طوكيو ومافيا وفولكا. ولكن قبل نسولو انجي 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 غنديرو لزكريا برانك متفقن. صافي اسكتي ما تقولي والو. كراميل وكراميل بغينا نديرو لزكريا ناني برانك، واش متفقن؟ متفقن يا راه نسولو مافيا. مافيا كيمشوا الكليبات كاملين متفقين باش نديروا زكريا الناني برانك. ولكن هذا البرانك هذا بمن غيكون؟ شوف صراحه هو زكريا عزيز عليا، ولكن راه خصنا نديروا له شي برانك اللي غيكون سبيسيال. دونك اخي زكريا راه غاسمح لي راه ما غنحنش فيك، ولكن شوف ما عرفت الصراحه شكون يحرش عليه، واش طوكيو ولا مافيا ولا فولكا. مافيا كتسمع طوكيو العضه ديالها غتكون خايبه، او ميم طون صحيح عليا واحد شويه. دونك نشوفو ما بين مافيا وفولكا. شوف 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 طاح عليا واحد الفكره جهنميه ديال الكلب اللي غنحرشو على زكريا. صافي لقيت الكلب اللي غنحرشو على زكريا. زكريا اسمح لي يا اخويا اسمح لي. المهم الخوت بالنسبه للكلب اللي غنحرشو على زكريا الناني هو اللي غيختارو، ماشي انا وماشي نتوما. غتقولوا لي كيفاش؟ وتابعوا معنا الشرح. ويلا سير بخونا جات كان فين كتب في الدار. قول لي يا اخي زكريا بغيت نسولك. شوف بالرجوله راك دبرت لواحد الماكله ديال الكلاب ناضيه صاحبي، وما عنديش منها بزاف، بغيت نعطيها غير الكلب واحد، دونك تقد غير واحد هي ديك الماكله. في نظرك لمن نعطيها؟ واش نعطيها المافيا ولا الفولكا ولا طوكيو؟ دونك اخي مافيا، مافيا هي اللي عزيزه عليك ياك. يلا واخا صافي انا نعطيها المافيا، كون هاني اخي زكريا. المهم شنو كنت غنقول لك كاع؟ يلا سيربي انا باقي كنساينك اصاحبي، انا نجي عندك دابا لاكار. كيما شفتو الخوت زكريا اختار سلاحو بيدو، ماشي انا اللي اختاريته وماشي نتوما اللي اختاريته. دونك تيقول لك اللي اختار سلاحو يتفنى به ولا يموت به. المهم شي عيبه بحال هكا ما عرفتش، اللي عنده شي مثال زعما صحيح يعني في هاد في هاد 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 اي هاد نيس يقولوا في كومونتير. المهم الخوت في انتظار زكريا ناني، ولكن شوف باش نثبتو مزيان غيجي وغيجلس وغيتبت وغنعطيه وياكل وغنتهلاو فيه مزيان، عاد نشدوه في بلاصه اللي تكون سبيسيال ديال بصح. كما كتشوف هذه هي محبوبه الجماهير مافيا، وكنحس بها متحمسه ديال بصح، وكنساين زكريا كل شيء. من انت؟ كوش
ضبط هاد الضبط هذيك تحيه لزكريا قبل ما يجي مافيا مستعده هوب فوالا سمعيني غنقول بجوج كلمات زكريا ما تحنيش فيه وشوفي فيا ما تحنيش فيه مشافقا هانت مافيا ومافيا مافيا لكن متافقا بيني ليا متافقا يعني كل شيء مافيا متافقا كل شيء اه مافيا ديري تحيه لزكريا قولي له اسمح لي اه تحيه زكريا ما كاين ما نخبي لك اخويا دبرتي عليا ولكن سمح لينا شوف سمح لينا وصافي ما عندنا ما نديرو لك جيتي عندنا خاصنا نتهلاو فيك دونك الخوت غير باش تعرفوا هذه الحاجه باش كلشي يدوز بخير وعلى خير غنحتاجوا واحد ثلاثه ديال اللوازم ثلاثه ماشي جوج ثلاثه هما هادو غنحتاجوا ثلاثه باش ندوزوا داك الشيء زوين ونضحكوا مع زكريا احسن ضحك شنو هو الثالثه اول حاجه اللي غادي نحتاجوا هي الكمامه ولكن الا شناه ما خافش غنحيدوا الكمامه ثاني حاجه هي واحد الصمطه ديال العنق او كولي اللي يكون صحيح ديال بصح هذا صحيح وثالث حاجه هي لاليس وحتى لاليس خاصها تكون اوريجينال وصحيحه باش ما نضحكوش مع زكريا داك الضحك الخايب هو صراحه ضحك خايب ولكن خاص يكون بروفيسيونيل مافيا مستعده لزكريا هانتوما كما كتشوفوا الخوت انها دايره الميزوريغ ديالها السميطه مزيره مزيان ولاليس حتى هي مزيان دونك الخوت دابا كملنا كلشي ما بقى ناقصنا حتى شي حاجه الحاجه الوحيده اللي ناقصنا هي زكريا وصل عندنا وزكريا تعطلت يا صاحبي زيد زيد زكريا ناني من بعد ما جا ثبتناه شويه لتحت خلينا مريح معنا في الصاله ونقول له زكريا طلع للبيت الفوق ارتاح لك بغيتي ترتاح انك جيتي يعني بحكم جيتي عيان من السفر ولا شي حاجه طلع ارتاح ويقول لي واخا انا خويا نطلع نتكا شويه راني عيان قال لي نطلع نتكا شويه راني عيان قلت له صافي سير طلع اخويا خذ راحتك ما كاينش اللي غاديك قال لي صافي اخويا شكرا وانا شويه تبعته بمافيا مافيا ايوا مافيا حدي مع نانا يدينا ديالنا زيدي زيدي وين اخي هاني كذا كذا انت بنجي لي مرح خليتيني هنا ما هنا احنا مع الضيف ديالنا النامي معنا هادشي ها والله ما معانا علاش قلت لا صاحبي انت تقول لي انا يا ضحكش معايا بال مافيا زيدي زيدي واي واي اصبر راك كتشوف فيه تراك تشوفك مالك عندك تلاقى واصبر ما بغاش الضحك الباسل هذا هاكاك صور انت دوز دوز ما تخيصنيش اخي بعد انا مانع واي فوق واش باش نقول لك اجي عندي اخي زكريا راه حبينا نسيت انا نسيت اصاحبي نسيت ودي نسيت مافيا واي 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 عندك تلاقى ما تلاقاش اصاحبي واي طوسي مافيا لا وعمر وعمر وها قلت لك ما كنخافش احد داير لك ماما صاحبي مافيا طوسي يلا مافيا صاحبي عمرو حسان قدها فيا طوسي مافيا واي عندك تطلق لك عندك تطلق لك اصاحبي طوسي مافيا طوسي مافيا وعمر عندك تطلق لك اصاحبي طوسي مافيا قلت لك زيد جاية تقول لي هاي ما تصور عمر مافيا بالله صاحبي دابا شوف
دابا حنينا فيك وانك حكم جيتي عندنا اول مره وكذا ضروري خاص تشوف مافيا. مقيسه صح لا قيسه لقات شي هديه لا قيسه حلف والله لا قيسه مافيا. ولي شنو جات شنو جات انجي خرجت تبعاتك قيسه ما غاديش نحرش نضحك الباس لا قيسه ما غاديش نحرش وقيسه ما دابا اسمع انا عارفك باغي تضحك باغي دير فيديو كل عاد دارنا صح ما غاديش عبدش وقيسها صح وقيسها يا قيسه لا لا تمشي ولا قصه ولا قصير ما تمشي. ومبغاتش تقيسها دونك نحرش عليك. تمرق بيا يا ماس. مافيا. طوسي مافيا. راه ما خدمتش منها راه ما خدمتش منها هذيك مهم ولكن انا صاحبي غادي طوسي مافيا. حيدا لا عرفت وين حيدا. طوسي مافيا. صاحبي الضحك الباسل والله عمر صاحبي صافي حيد. كنضحك انت راه مخيفش منك كثير طوسي لا لا خويا راه والله ما خايف منا راه دابا انا من لا خايف لا شوف خايف انا خايف من طوسي لا عمر عمر طوسي ما كنضحكش كنضحكش طوسي ما في زعما كنضحكش طوسي عمر تحط عادي طوسي عمر دابا دابا شوف شوف عرس عليك ماموند وعرس عليك عرس عليك ما موندو تصور انت كتفرنس هاني هاني هو اللي جابك ليا هادو هاني يا اخي صافي ما غادي داكشي تصور كتفرنس ما نحمل في والو تخافش دابا انا ما خايفش منك راه ترجع عندنا ولا ما تحاولش ترجع انت جا صاحبي يلا قيس قيس ما دابا شو حق التافي يلا قيس توصي ما حق التافي دابا الله يلحشو معك حق التافي والله حق داش عليا دابا صافي صافي عمر اي حمد الوالي صاحبي بس بس اصاحبي بس اصاحبي صاحبي اصلي انت دابا هنا غنذاكروا معاك عا بلاتي هي فابوجي كلشي مافيا كلشي بلاصتك ايه فابوجي سي بيان وي مافيا احنا كنقول لها قول لها خوتي لا هي هي وقالت انا عارف لك شوف لك قلت لها هي سمع لا هي اللي قلت لها باتوشي ما عرفتش اديش ولكن انا بغيت شي بايو وانت ولا مرتاحتش لك هي ولا دابا صافي خديت شي نظره واه سير ماشي نظره خايب ما فهمتش شي داخل لي الوجه مافيا وي سي بيان مافيا سي بيان دابا ولا ضربتك طلع ليه هو جرب مافيا لا ولا وي وي لا خو عرفت لي صافا خمسه يعني نمشي مافيا لا اجي صح الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين صافي الدراري اللي بغيتو دابا هو بين يديكم زكريا يلا قيس قيس الله يسامح عا حقدوا عليه قيس حقدوا عليه لا لا حقدوا عليه حرس شيوم خوتي مش حام مش حقدوا عليه والو ما يلا قيس طاري والو خويا يلا قيس يلا قيس يلا شفت سي بيان وي ما دابا هاي شفت بسات كي دابا وي سي بيان مافيا يا ربا اوغبا مافيا واي شنو من البنات ما يوز ريقه طوسي واي طوسي واي واي ما بصي يا خالتي طوسي مافيا الله يحفظك الله يحفظك عمر صافي الحمد لله الوالدين يلا حيد حيد الدراري الله يسامح الله الله يسامح الدراري هبط هبط كلشي بلاصه كلشي يا صافي عمر انا هذا صاحبي تمام كتعبي عمر والله ما يأديك لا صداد دا واجي واش جيتي عندنا ونديها يلا دا واجي المهم الدراري كما شفتوا بحال هكا غنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو مع اخونا زكريا شوف عطيناه يشرب تهلينا فيه تهلينا بالماء ولا لا ضروري مسكين الله ياخذ فوق الحال ولكن هاني مسامح الشيء اللي طلعها شوف الدراري انا شوف انا والله ما نحرش كلبتي لا شي واحد ماشي عزيز عليا عارف لكن والله اخويا كنت عزيز عليا اخي زكريا والله شوف لكن والله ملي شافني تقلقت صافي راه حبس وانت راضي على هذا الشيء بكل فرح ودابا الرجل عندك ترد عليا ولا شي حاجه حتى لما شرد لك نجي عندك تقول لي ديانا اطونسيون كذا انا شوف انا ماشي بحالك ترى فيك الصحه انا ما فيا صحه المهم كيما شي اخوت شوف كومونتير راه غير ضاحكين غير مطلعينا زكريا خويا عزيز عليا بحبابي فاجئني انا دخل عليا فاجئني فهمتش انا عارف وفجأة ما يبغيش لي الدار وفجأة لا والله ما بغيك الدار انا عارف لك داك الشيء علاش ما كنتش مخلوع الله يمسخني شي كلمة أخيرة أخي زكريا شكرا خويا عمر بالساري
دري طيب وفي الشكل والله اخوتي مو ليس سيبور سيبور انا باقي الجيم فصاحبي بعد مني وماكينه سبيسيال هذاك الشيء اللي شنو كاين اخي زكريا ماكينه سبيسيال يوتيوب يلا الدراري كان معكم عمر المساري تهلاو حقه الا بقيتو نجيب عندي شي واحد اخر ندير له شي برانك بحال هذا قولوا هي في لي كومونتير يلا الدراري تهلاو